حكاية الثعلب الذي جاع بعد تنبه معشر الطيور لمكائده، فأرسل إلى ديك غرب قردا ينبئه أن الثعلب قد تاب عن أكل الدواجن الحرام، لكنه يريد منه أن يأتي إليه ليؤذن به الفجر ويصليا والناس نيام. فكانت الحكاية: برز الثعلب يوما في شعار الواعظين، فمشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين، ويقول: الحمد لله إله العالمين، يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين، واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا، فأجاب الديك عذرا: يا أضل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعين، أنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا.